المطبخ التونسي مع ماما ألفة. مرحبا بكم، انا سي كل يوم شنو بعضنا طاجين تشوك. ها هو التشوك. اسكو فيها وصفه اصليه ولا ما نعرفش؟ انا باش نعمل على طريقتي. اول حاجه ناخذ البلاتو نتاعي، هذا الطبق نتاعي، نحط فيه التشوك بالطريقه هذه. الطبقه الاولانيه نحافظ عليهم هكاكا ونحضر الخليط. باش نعمل طبقتين، طبقه بالكريم فريش والسبناخ وطبقه بالعظم والجبن. نبدا بالطبقه الاولى اللي هي العظم. عندي هوني 6 عظمات، مانيش باش نعملهم الكل، باش نعمل 3 برك، 2 3 نزيدو الرابعه ونخلي زوز الاخرين للسبناخ. نفوحهم ملح، هوني من ملحش برشا، التوك مالح وباش نحط طن فيه ملح. فلفل اكحل ونحط الطن. دي مغرفة طن، اثنين ونحط جبن. جبن عندي 3 انواع متاع جبن، كل جبن المالح متاعنا ما هو هوني جرانا بادانو والا يشبه الباربيزون. في تونس عندنا جبن المالح هذاك هو البنين، وعندي موتزاريلا شويه جودة معاه. نحط هيك الجبن الكميه اللي تحبون نتوما، راهو حتى 50 غرام جبن تعمل. خلط الكل مع بعضه، العظم ما يتخلطش برشا. نصب الطبقه الاولى، بسم الله. نخلطوا الكل مع بعض، غير انا هكاك حبيت نعملهم باش يظهروا هكا بينات بعضهم شويه. ثلاثه مغارف كبار كريم فريش ولا حكه كريم فريش. عندي السبناخ هكا دوما ذبلته على النار، انا نشري حاضر يدا مكنجل هكاك. هكا قراوا حسابكم، يعني ربطين ولا ثلاثه ربطات سبناخ نتاع تونس. خلط السبناخ والكريم فريش باش الكريم فريش تبرد لي السبناخ، مازال سخون شويه السبناخ. ورشه ملح مش برشا، السبناخ فيه ملوحه. حط شويه زيت زيتونه، شويه ما عرفتين. ونحط العظم، هذوما الكعبتين عظم. هاي اللي قاعدوا، ونصب الكل مع بعضه بسم الله. كيما قلت لكم تنجموا تخلطوا الكل، انا حبيت الجبن يبدا وحده والسبناخ وحده. وطبعا ناخذ التشوك ونكمل نغطي الكعبات بالطريقه هذه. هذا اسهلش من هكا، ما فماش. حطوا في الفرن وشوفوهم بعد ما يطيب ان شاء الله. وهذا الطاجين تاعنا هاوكا، تكبس تشد طاب ومرو في العنبر. قعد 20 دقيقة، شعلت من فوقه من اللوطة، وبعد كي حسيته بدا يحمار بعد 10 دقائق طفيت عليه من فوق وخليته من اللوطة برك. ديما نقول لكم انتم والفرن بتاعكم، الفرن القديم بتاعي ما كنتش نشعله من فوق كان ساعات. طوى نقص بريج، الزيل من النار والغارو تخليه يبرد بالكدا بالكدا باش يشد روحو ويكبس روحو.
لكن هو هكا وما شاء الله هاكا. هاكا مش شيرات كلها. ونذوق مع بعضنا ونعطيكم رأيي. شوفوا من لوطة كيف جاي. تبقى ديك اللوطانية الفوقانية تعصروا ماذا بيكم السبنخ الماكسيموم. انا شيحته على الماء. بسم الله ملا بنا ما شاء الله. بنا بنا ما شاء الله. الطبقة اللوطانية هيك طابت طرات بالقدي بالماء متاع الطاجين ياسر بني. هكا ها وهذه وصفتنا كانت لليوم. ايه فماش وصفتنا كانت اليوم خليني ناكل. ما فماش وصفتنا كانت لليوم. خليوها تاكل. جابت فرقيتتها تصربي في راحة. بسم الله بسم الله. اش معنى زيغو؟ معنى برش بنين. برش بنين مو تكلم عبر. رجعتني رجعتني قلت لك شويه ما تطعمش. بنينة مالك. أنا عجبني كان هيلثي. عرفتك ذاك علاش عملت اشترى اللوطاني وحده واشترى الفوقاني وحده. عارف مني. كان جا فيه جبن تقولك ليه مش منين. سخيتو جبن بيت. لا لا. هذه وصفتنا كانت اليوم. شانا جابوها وشانا عجبكم في حلقة أخرى ووصفة أخرى وبسلامة. بسلامة. او شطر البرج الثاني بديت قصيته بدا يشيح هاكا. قد ما يصبر قد ما يبرد قد ما يشيح راه ما يبداش طري. الوحده السبنيخ ما يبداش طري برشا.